تلقى رئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياده السوداني الذي توجه لرئيس السيسي بالتهنئه على فوزه في الانتخابات الرئاسيه وتوليه لفتره جديده خلال هذا الاتصال شدد البرهان على حرص السودان على استمرار النهج المثمر للعلاقات الاخويه بين البلدين من جانبه ثمن الرئيس السيسي اللفته الكريمه من رئيس مجلس السياده السوداني مؤكدا حرص مصر على العلاقات شديده الخصوصيه بين البلدين والحرص البالغ على امن واستقرار السودان الشقيق